رسميا الدوري الاطول في تاريخ الكره المصريه والكره الارضيه في الجزيره بعد فوز النادي الاهلي على المقاولين 3-1 في الاسبوع ال 33 المؤجل، مش عارف مؤجل من يوم كام، مفيش اي حد في مصر متابع للكره المصريه يعرف مواعيد او جدول ثابت لمواعيد الدوري المصري، فاحنا مش عارفين مؤجل من يوم كام اصلا. اللقب رقم 41 في الدوري في تاريخ النادي الاهلي واللقب الرابع على التوالي للنادي الاهلي كان ممكن يبقى له شكل وطعم ولون مختلف لينا احنا كاهلاويه، زي ما دوري سيد عبد النعيم بالنسبة للزمالك لو توفرت حاجتين: جدول منتظم من لجنة المسابقات بمواعيد اللقاءات ثابتة ما بتتغيرش، بداية الدوري وانتهائه زي ما كل العالم بيعمل. حاليا اللعيبة خلاص والفرق بتخلص وبتفنش في فترات التحضير عشان تبدأ دوريها اللي نزلت جدوله أساسا، وفي دوريات أساسا بدأت واحنا لسه ما فنشناش الدوري اللي بدأ من أكتر من سنة، ولا كأس مصر، ده أنا نسيت كأس مصر، كأس مصر بتاع الموسم اللي فات لسه ما خلصش، فلك أن تتخيل بقى. النقطة التانية، الاستادات والكراسي اللي في الاستادات ما اتعملتش للجان، اتعملت للبني ادمين يروحوا ويشجعوا فرقهم، الكوره للجماهير. شفنا امبارح في ماتش الاهلي والمقاولين الجمهور وان كان عدده قليل ولكن كان مدي طعم تاني للقاء للمتفرجين من ورا الشاشات. اناشيد بقى وتشجيع من القلب وصل لنا احنا من ورا الشاشات. الدوري وان كان ينقصه حاجات كتير ولكن هيفضل ليه متعة خاصة بالنسبة لينا كأهلاوية، وده بيرجع لأكتر من سبب. السبب الأول إن من أول السيزون لغاية أسابيع قليلة فاتت الزمالك هو متصدر الدوري بغض النظر عن أسبوعين أسبوع أو أسبوعين الأهلي سيطر فيه. وخرجت التصريحات بقى من بعد انتهاء الدور الأول لرئيس نادي الزمالك وابنه ولكل مشجعين نادي الزمالك، خلاص إن عجبك الشوق تعالى لي فوق ومش عارف إيه وإحنا قاعدين فوق بناكلوا بليلة. فكان حاجة غريبة خالص إن قبل انتهاء الدوري بنص موسم يطلع حد كبير ومسؤول من نادي الزمالك يتكلم عن حصوله على بطولة الدوري وقصاد مين؟ قصاد النادي الأهلي. النقطة التانية وهي وجود نادي بيراميدز، نادي بيراميدز عمل شكل وطعم ولون تاني مختلف للدوري السنة دي، ولكن أتمنى يستمر للموسم الجاي عشان يكون موجود الأهلي والزمالك في فورمتهم. بيراميدز جاي، الإسماعيلي راجع، المصري رجع وصعد للكونفدرالية الأفريقية، فهيبقى دوري له طعم ولون مختلف. أتمنى الفرق ديت تستمر على كده، وبيراميدز مع الإدارة الجديدة مش عارف هل هتبقى بنفس قوة الإدارة القديمة في الصرف والدفع والصرف على اللعيبة، دوت اللي هنعرفوه الموسم اللي جاي. الفكرة التانية اللي خلت الأهلي يحقق اللقب هي الاستقرار. طول عمرنا كأهلاوية عارفين إن الاستقرار هو السبب الرئيسي في حصول النادي الأهلي على أكبر عدد من البطولات. شفنا نادي الزمالك في 30/5 أو 31/5 قبل فترة توقف الدوري بسبب البطولة الأفريقية، مرتضى منصور بيمشي كريستيان جروس اللي حصل على الكونفدرالية والسوبر المصري مع النادي الزمالك. فيعني مش فاهم، أنت فاضلك أسبوعين والراجل مسيستم لعيبته ومسيستمهم على طريقة معينة بتمشيه قبل انتهاء الأسبوعين بغض النظر عن فترة التوقف اللي كانت شهرين، جدد معاه في نسبة أكبر للحصول على اللقب في وجود مدرب معاهم من بداية الموسم، وإن كان الزمالك تعطل في أكتر من لقاء قبل خروج كريستيان جروس وخسر 4 نقط من الإنتاج الحربي وحرس الحدود. ولكن لازم الاستقرار في مجالس الإدارات وفي المديرين الفنيين هو السبب الرئيسي في حصول النادي الأهلي على اللقب. لو عجبك الفيديو انزل اعمل شير بقى ولايك كده، ومبروك للنادي الأهلي عشان نتكلم بقلب عن تفاصيل لقاء الأهلي والمقاولين. الأهلي دخل اللقاء بيعتمد على طريقة 4-1-4-1 وبتتحول ل4-2-3-1. الشناوي حارس مرمى، 2 قلبي دفاع، رامي ربيعة أخيرا، رامي ربيعة رجع، آخر مرة شفنا رامي ربيعة كان بيلعب كان في ثورة 52، وجنبه أيمن أشرف اللي عمل ماتش كويس، على اليمين كان محمد هاني، على الشمال علي معلول علولو، وفي نص الملعب ارتجاز حمدي فتحي كساحات، قدامهم 2 وليد سليمان والسولية، على اليمين حسين الشحات حمد الله على السلامات، على الشمال رمضان صبحي، قدامهم وليد أزارو. الاهلي بدأ اللقاء وفي اول 26 دقيقة الاهلي بيحط هدف عن طريق علي معلول اللي ظلمه ألان جريس ان هو ما خدهوش في تشكيلة منتخب تونس اللي حصل على المركز الرابع في البطولة الافريقية. الراجل اللي احرز 7 اهداف مع النادي الاهلي معدي فرويد منتخب مصر مروان محسن وفرويد منتخب المغرب ازارو اللي احرزوا 6 اهداف كل واحد فيهم. فلك ان تتخيل ان باك شمال بيحرز هذا العدد من اهداف الدوري المصري وأداء كويس جدا بغض النظر عن الاسيستات اللي عملها، فمعلول يستحق لقب رجل النادي الاهلي في الموسم دوت، يستحق افضل لاعب في الدوري المصري الموسم دوت لعلي معلول.
النقطة التانية، كل اللعيبة قدرت تطور من نفسها في فترة التوقف الشهرين، منهم حسين الشحات اللي أحرز هدفين عن طريق صالح جمعة بأسيست خيالي وبرجله اليمين بيحطها، وبأسيست من أزارو في منطقة الجزاء بيحط خرم الفاروقة يجيب صداع ويجيب البواسير والقولون وبيحطها على شمال أبو شمال حارس مرمى المقاولين أبو السعود عشان يحرز الهدف الثالث ويريح الدنيا، بغض النظر عن الهدف الأول لنادي المقاولين اللي أحرزه سعد الجزيرة عن طريق سرو من كريم كان كويس، ولكن لعيبه كتير قدرت تطور من مستواها في الفتره ديت، منهم حسين الشحات، صالح جمعه، معلول اتطور زياده، وحمدي فتحي والسوليه، كل اللعيبه، محمد هاني خصوصا. ولكن هنيجي عند نقطه وليد ازارو، الراجل بيحط له كوره صالح جمعه وخط المرمى وابو السعود بره المرمى، وليد ازارو بنزيما الكره المصريه بيحطها في السما في المدرجات، فحاجه غريبه خالص ان يكون عندك الفيرود الاساسي وليد ازارو بيضيع الكم دوت من الفرص، والاحتياطي مروان محسن هكذا زيه، وصلاح محسن قاعد مش عارفين هو فين. يا ريت بدايه من الموسم الجاي او في فتره تحضيريه، لو في فتره تحضيريه الموسم الجاي، ندي لصلاح محسن فرصه عشان يدخل في اجواء بقى الفريق وينزل ياخد مكانه الاساسي في النادي الاهلي كفيرود يستحق التواجد في النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، جمهور، مجلس اداره، لعيبه، متغربين على الفوز باللقب الغالي دوت، وان كان ينقص الحاجات اللي اتكلمنا عليها، ولكن ليه متعة خاصة بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك ورئيس نادي بيراميدز واللعيبة من هنا ومن هنا. سيظل نادي الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق الجميع، مبروك للنادي الاهلي. واه يا تيشيرت العمر يا احمر، السلام عليكم.